صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغام أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزات أو جزم أو إعراب بغير مكان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا، لا تواخذنا يا مولانا، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان، أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البحث وأعتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان، استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل صورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلالا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين سناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طهارة، وبالضاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غنى، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالهاء هداية، وبلام الألف لقاء، وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا، وإلى أرواح جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دعوناك يا ربي بأسراء البسملة وبالحمد والبقرة، فاجعلني مقبلا وبأهل عمران، النساء تسقينا من حوض نبينا عربي الأكمل،
بالماء لا ولا العب يا قيوم لا ينا عبنا من الأسقاط بإذن لا نبتلى بالعرف والأنفى طالب دوك يا تلا إلى الجنة نرتاحي بالفردوس مرسولا بالتوبة ويونسا ثبت عقلي لا ننسى روحي حين تحبسا كلمة الجلالة طبيب ويوسفا زودني بالمعرفة عدوي بالجفا صلت عليه البلاء بالعدي وبالخير ألمسك يا جليل إن الأمان ارتحيل إن المنزل الأعلى بالنعلم سبحان طالبتك يا رحمن وبشعر يا حنان الغنيفة انجلى وبمريم وطه اقترب بعدها نفسي أن تسويها بالتوفيق مقبلة وبصورة الحجي قد فلح نرتجي وفي النور السراجي بقلبي مشتعلة بتبارك الفرقان طالبتك يا أحمد وبالشعر يا حنان شعري ليس يوم أنا بالنمل مع القصاص العنكبوت الخوى يوم الأخذ بالنواس عافينا من البلاء من الجن يا ربي واصلح ديني إلى الحق بديني وزدني تجملا بلقمنا واسجدا والأحزاب المفيدة أمنعنا من الأعداء واحصرنا في من جلا بسبب رب القدير ونسينا لفقي وسع رزقي حلالا بالقدني ودود وزملا يا ودود يا غفير يا موجود أفر ذنبي عجلا بقسيلة يا رؤوف وبالشورى والزخرف وبدخان معروف نور قلبي يا دلالا بجاثية والإحقاف القتال الآن وبفتح الانصراف فتح ربي مقبلا وبعمق الحجرات ثبتني عند الممات وبقبوة الدائيات الطور التواصلا بالنجم واقتربت الرحمن الواقعة الأعلى من الأفا والحوائج تسهلا بالحادد وقد وامر واسع رزقي يا واسع وبالحشر يا رفيع ارفعني حين البلاء وبحق المنتحر وبالصف يا حرير الجمعة يا فتيل عدو منكلا إذا جاك المنافق ثم بعد الذهب الطلاق يمرق حصل المنكلا بالتحريم أعرفه وقضي أمره وبالملك وكله في النار وعلى أغلاله وبنو القلم مشيح في الظلم وبالحق الجميل في وقتهم سلسلة بالبحر ثم نقول حية أسقي الروح المزمل المشروح أشرع قلبي أسلالة فخف بالمدثر القيامة يا كبير ارزقنا رزقا كثير صلات عامة والنازعات عبس وكورات كل رزق يبطل هذه حق الانفطار اغفر ذنبي يا غفار وبالويل يا ستار بالقرآن توسلا وبحق الانشقاق البروج يا خلاق الطريق يا رزاق سبح فضله على هلاتك والفجر لا أقسم في ذكري والشمس بها نسري والليل المفضلة بالروح ولم نشرح أشرح قلبي يا فتاح بتني قلبي فرح نقرأ باسمك يا مولا وبليلة القلبي فقدني عند قبري فلم يكن في صدري عقلي لا يزلزل لديت بالزلزلات وبحق العاديات وبفضل القارعات فالهكو الجلالة بالعصر والهمزات وبالفيل والآيات القرش الثابتات جبنا بهم الوحلة والمعونة والكوثر أسقينا يوم الأحد من حوضنا بالمختار أحمد سيد الرسل وبقل يا أيها إذا جاء يتلوها تبت يدا بعدها توبة يا مقبولة بالإخلاص خلصنا
والفلق لا تمحنا وبالناس نجنا من الشر والبلاء يا يا رب واشرح صدري للقرآن والذكر من الشر والبلاء أنت ربنا القادر أرحم أحمد بن عاشر للقرآن المستجير من الشر المشتعل رب يشبع من عليه ولا يحاسب ولا يسأل أهل الرواية جميعا قالوا يا من يريد القرب من مولاه واللقاء القرآن لا ينساه جاءت لكل حرب عشر حسنات كذا كتب أحد عشر سيئات وبقاه يا أخي بطول لكل حرب كوفا ومقراه بالصلاة قائم حفظنا للحرب فكن معلما بفهمنا وبغير من يفتى هذا هو الفضل من الله أتى رواه ما تعلم يا صاحبي عن الحسن بن علي عن النبي وفي روايتنا أقول في يجمع في سبع ألف ألف مقامه حمل القرآن يشفع في القرب وفي الجيران أول ما يشفع في أبيه وأمه والأخت ما أخيه مقامه في منزل النبوء يكون بين الخلق والنبوء لاه نورا وهيبة وقبة المبرور سيتون حزبا صورنا يا رب أبي على
الشيخ الله العظيم عظيم شيخ 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 الله العظيم